يسعدني في البداية أن أتقدم لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بالتهنئة بمناسبة احتفال بيوم الأغذية العالمي الذي يأتي في 16 أكتوبر من كل عام، خاصة وأنه يأتي في توقيت يواجه فيه العالم أجمع تحديات كبيرة، خاصة في ظل تفشي جائحة كورونا والتي أكدت على أهمية وحاجة دول العالم للعمل سويا ليس فقط لمواجهة الجائحة ولكن من أجل التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي ترتبت عليه. ونحن اليوم إذ نشارك منظمة الأغذية والزراعة الاحتفال تحت شعار أفعالنا هي مستقبلنا، إنتاج أفضل وتغذية أفضل وبيئة أفضل وحياة أفضل، فإن الاحتفال بيوم الغذاء العالمي يستهدف تعميق الوعي بمعاناة الجوع ونقص الأغذية والتشجيع على اتخاذ التدابير لمكافحة الجوع والفقر. Let me first to thank you, Your Excellency, for hosting us today on the occasion of the World هو باعتباره أحد حقوق الإنسان الأساسية أصبح أكثر تعقيداً. ومن هذا المنظور فإن موضوع يوم الأغذية العالمي في عام 2021 أفعالنا هي مستقبلنا يلزم الجميع للمساهمة في تحويل نظام الأغذية الزراعي. تعهدت منظمة الفاو بالعمل العنكثب مع الوكالات الشقيقة مثل برنامج الغذاء العالمي ومنظومة الأمم المتحدة مجتمعة إلى جانب العديد من الشركاء والحكومات ومجموعات المنتجين والشعوب والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية لتنفيذ المبادرات المنبثقة عن قمة النظم الغذائية التي عقدت في نيويورك الشهر الماضي. ولم يسبق لانعدام الأمن الغذائي في العالم أن كان بهذه الشدة منذ سنوات، ومن أجل ذلك فإن شعار الاحتفال بيوم الأغذية العالمي في هذا العام هو أفعالنا هي مستقبلنا، إنتاج أفضل، تغذية أفضل، بيئة أفضل، وحياة أفضل.